ديف الزور، السبت 30/6/2012. آثار القصف الهمجي على ساحة الحرية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. تدمير المحال التجارية. دير الزور، السبت 30/6/2012. حسبنا الله ونعم الوكيل. تدمير المحال التجارية. إشعال النار في سوق أثري في مدينة دير الزور. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السوق من أقدم الأسواق في مدينة دير الزور. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. يا مجرم يا ابن المجرم. الله أكبر عليك يا بشار.